الشيخ هذا سائل يقول: هل يجوز الجمع والقصر للمسافر وهو في مطار الرياض ويريد السفر للخارج؟ مطار الرياض وغيره، إذا كان المطار خارج البلد، خارج البلد فإنه يترخص فيه للسفر. أما إذا كان المطار داخل البلد، المساكن عن يمينه وعن شماله وهو في وسطه، فلا يجوز لأنه في داخل البلد ما خرج منها. نعم.